القرارات اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي قرارات مهمة وكانت قرارات لازمة في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه. أولا كان من أهم القرارات إحساسه وشعوره بالموظف المصري وبأصحاب المعاشات إن هو يعني عمل زيادة، ولو حتى الناس شايفين إن هي طفيفة، ولكن هو يعني شايف إن ده كان لازم في الوقت اللي احنا فيه. مفيش دولة في العالم عملت أو اتخذت القرارات اللي السيد الرئيس اتخذها بدعمه لأصحاب الدخول البسيطة أو لدعمه لأصحاب المعاشات، مفيش حد بصراحة عمل كده. فكل الشكر والتقدير ليه لكل الإنجازات اللي هو بيعملها واللي احنا شايفينها وملموسة في الدولة.